بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلف بغير الله سبحانه وتعالى شرك بالله عز وجل، والشرك بالله أكبر من جميع الكبائر، سواء كان شركا أكبر أو أصغر فإنه أكبر من جميع الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر فقد أشرك، يعني اللي بيحلف بغير الله سبحانه وتعالى، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ده أشرك، وقع في الشرك بالله. والشرك يا جماعة أعظم ذنب، عشان ما بزول يقول يا أخي الناس في شنود اللي بيتكلموا عن الحلف بغير الله، لأنه الحلف بغير الله شرك، والشرك ده أعظم ذنب ربنا ما بيغفر أصلا إذا مات الإنسان عليه وما تاب، لأنه ربنا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وعشان كده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لئن أحلف بالله كاذبا أحب أو قال خير لي من أن أحلف بغيره صادقا. ليه؟ مع أنه الحليفة بالله كاذب دي كبيرة من الكبائر العظيمة جدا من الذنوب، حتى سموها اليمين الغموس، قالوا لأنه بتغمز صاحبة في نار جهنم. رغم ده كله عبد الله بن مسعود يقول اليمين الغموس اللي هو أحلف بالله وأنا كاذب أخير لي من أن أحلف بغير الله ولو أنا صادق. ليه يقول الكلام ده؟ لأنه الحليفة بغير الله شرك بالله، حتى لو كان شرك أصغر فهو أكبر من جميع الكبائر، حتى من اليمين الغموس التي هي من الكبائر العظيمة، لأنه ده شرك الحلف بغير الله سبحانه وتعالى حتى لو كنت صادق ذاته. ومن أمثلته الآن الناس اللي بيقولوا: وحات أبوي وحات أمي وحات الكسرى وحات الملاح وحات أولادي دير وحات وحياتك يا فلان والفنانين وحاتي وحاتك والآخري، وبرضو الصوفية اللي بيقولوا: وحات النبي وحات سيدي حسن وتحسونا وحات البرعي وحات غيره، ده كله حلف بغير الله، وهو شرك أصغر أكبر من جميع الكبائر. يعني زول لو حلف بغير الله ده ارتكب ذنب أكبر من اللي بيقتل نفس أو يقتل 10 أنفس أو يقتل 100 نفس بغير وجه حق. الزول الحلف بغير الله ارتكب ذنب أكبر من اللي بيقتل الناس بغير وجه حق. اللي بيحلف بغير الله ارتكب ذنب أكبر من اللي بيشرب خمر الليل والنهار. اللي بيحلف بغير الله ولو حلف بالنبي ولو حلف بشيخ ولو حلف بأي حد ارتكب ذنب أكبر من اللي بيزني ولو 1,000,000 مرة. يا جماعة انتبهوا للموضوع ده، عشان كده عبد الله بن مسعود قال: لئن أحلف بالله كاذبا خير لي أو أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وأحيانا يكون الحلف بغير الله شرك أكبر، يعني مخرج من الملة ويخلد صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله، وهو إذا اعتقد الحالف بغير الله أن المحلوف الذي حلف به يساوي الله سبحانه وتعالى في العظمة وفي والملك وإلى آخره، ده يخرج بر الدين ذاته. وإذا ما اعتقد كده ده شرك أصغر، والشرك الأصغر أكبر من جميع الكبائر. عشان كده لما كان الحلف بغير الله شرك، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان اللي بيحلف بغير الله كمن يحلف باللات أو بالطواغيت أو بالأنداد إن يقول: لا إله إلا الله. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات أو قال باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ليه؟ لأن الحلف بغير الله شرك وشرخ في التوحيد، عشان كده كان لابد يتعاهد التوحيد عشان يرجع له تاني. عشان كده قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى فيما نقل الحافظ
ابن حجر في فتح الباري عنه رحم الله الجميع قال: ولأن قال ولما كان الحلف بغير الله شرك أمر بأن يقول لا إله إلا الله ليتعاهد التوحيد. قال: ولما كان الحلف بغير الله مضاهاة للمشركين أمر بأن يتعاهد التوحيد وأن يقول لا إله إلا الله. هذه أمور خطيرة. وكذلك البحلف بغير الله النبي عليه الصلاة والسلام قال ده ليس منا ذاته، فتبرأ من الفعل وتبرأ من الفاعل كما هو الصحيح عند العلماء. فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليقل لا. قال: ليس منا من حلف بالأمانة، ليس منا، فتبرأ منه من الفاعل وتبرأ من فعله. شوف ده يحلف بالأمانة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس منا. وشدد النهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلف بغير الله، وكرره في أحاديث كثيرة جدا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد، لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في الصحيح قال: لا تحلفوا بالطواغي ولا تحلفوا بآبائكم. وفي رواية: لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بالطواغيت. والطواغيت زي الناس الآن بيحلفوا بحسن وتحسونة، والبيحلفوا بالبرعي، والبيحلفوا بالكباشي، والبيحلفوا بالمكاشفي، دي الطواغيت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحلفوا بالطواغي، وفي رواية بالطواغيت، ولا تحلفوا بآبائكم. والغريب الليل عندنا في المجتمع هنا كثير جدا من الصوفية الواحد بيعتقد انه ممكن يحلف بالله وهو كذاب. يجيبوه قدام القاضي: سرقت الغنمية دي، يحلف بالله 100 مرة وهو كذاب مثلا انه ما سرق. لكن لو قالوا لا احلف بشيخك ما يتجرأ يحلف بشيخه وهو كذاب. يقول لك لانه ربنا ممكن يطولك، لكن الشيخ قال لك شنو؟ بينتغي منك سرعة، ما بمهلك. والله ده غاية من الشرك بالله. ويوم ما جانا محكمة في إحدى الولايات بدون داعي لذكر اسمها، كان عندنا قضية كده صوفي فاتح فينا قضية فارغة ساكتة، ومن قضاياهم بيفتحوها دي. وأنا بتعجب، ناس قالوا مالكين الكون كله، السماوات السبعة، صوفية قالوا كده، ومالكين الأرض، ونحن غالبينهم يمشوا يشتكون على القاضي، انتوا مالكين الكون نغلبكم كيف؟ المهم مشينا صوف فاتحين بلاغ، مشينا للمحكمه، ففي واحد عمده انا بعرفه، عمده بتاع قريه معينه، خشوا عندهم قضيه قبلينا وجو طالعين. قال لي: يا شيخ مزمل، انا ده احكي لك قصه الان عندنا حصلت جوا هنا. قلت له: في شنو؟ قال لي: ده حاجه عجيبه. قال لي: جابوا الصوفي يحلف موضوع بتاع واطو ما واطو حقتنا وما حقتكم الى اخره. قال المحامي بتاعنا قال للقاضي: زول ده لو حلفت بالله بيحلف بالله بالكذب، والمصحف ده بيجغب جغبه ساكت حسب مصطلح. قال لي: لكن تحلفوا بالشيخ اللمين ولا ود اللمين ما بعرفه، اخر اربعاء من كل شهر يمشوا البنيه يحلفوا هناك، الجماعه ده ما بكذبوا اذا حلفوا بالشيخ، لكن لو حلف بالله بكذب ساكت. لا ده كلام يا جماعة يعني يدل على إنه كثير من الناس بيعظموا شيوخهم وطواغيتهم أعظم من الله سبحانه وتعالى. وده الشرك الأكبر والكفر الأكبر في الحليفة بغير الله ذاته، في الحالة دي بيكون كفر أكبر وشرك أكبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وبيتحول لشرك أكبر في الحالة دي، لأنه ده الكثير منهم بيعظموا شيوخهم وطواغيتهم أكثر من تعظيمهم لله. شكرا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحلفوا بالطواغي، أو به رواية بالطواغيت، ولا تحلفوا بآبائكم. وفي البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم سائرا بصحابته فقال أحدهم، أحد الناس أقسم بأبيه، فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، وقف الجيش كله
كله ماشيين الغزو والجهاد في سبيل الله، واحد بس حلف بأبيه. النبي عليه الصلاة والسلام وقف الجيش كله. ليه وقفوا كله؟ لأنه يا جماعة ده أمر خطير جدا، الحلف بغير الله ولو حلفت بأبوك. ولأنه الجيش المجاهد في سبيل الله لابد تتعاهد عقيدته وتصحح عقيدته حتى ينتصر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ناس ماشيين الجهاد في سبيل الله، واحد بس حلف بأبوه وقف الجيش كله وقف. عشان كده الليل الناس اللي بيقولوا ماشيين جهاد وين من البلدان، تلقى لابس حجبات. ده المفروض يوقفوه ويقول لك لا الحجاب وتوب لي الله ووحد الله، إجابة يرجع يمشي بيتم طوالي. لأنه ده السبب في خزلان جيش المسلمين، الشرك بالله ده، الحجبات اللي بيلبسوها الجيوش الليلة ديل. فهناك أوقف النبي عليه الصلاة والسلام الجيش وقال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. دي مسألة مهمة جدا 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 جدا. وعبد الله بن عباس جعل الحلف بغير الله جعل من اتخاذ الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى، لما فسر قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال ابن عباس هو قول الرجل وحياتك يا فلان وحياتي، وقوله لولا اللصوص لأتانا، لولا الكليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل ما شاء الله وشئت إلى آخره. فجعل من اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى بالباطل إنه زول يحلف يقول وحياتي وحياتك، زي ما بيقولوا الآن الفنانين، وده شرك بالله عز وجل. وربنا نهى عنه في القرآن في قوله تعالى على حسب تفسير ابن عباس ترجمان القرآن وحور الأمة، في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أخيرا، عندهم شبهات الصوفية بيجوزوا بها الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وانا ما اعرف الصوفية ديل بيستفيدوا شنو لما الواحد يمشي يفتش الاحاديث الضعيفة والباطلة والشبهات عشان يجوز عبادة غير الله. انا ما اعرف مشكلتهم مع الله شنو، والله يتعجب من الكلام ده. طيب، الشبهة الاولى هو حديث ابي هريرة، والحديث صحيح لكن جاءت فيه لفظة واحدة صغيرة كانت ما صحيحة، كلمة واحدة بس. الرجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. وفي الرابعة قال أبوك. قال يا رسول الله أخبرني كيف أتصدق بمالي؟ قال نعم وأبيك لتنبأن. واصل في الحديث أن تصدق وأنت شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى إلى آخره. وفي رواية قال نعم والله لتنبأن. فالصبي أخذ الرواية الضعيفة بتاعت نعم وأبيك لتنبأن، وخلوا الرواية الصحيحة نعم والله لتنبأن. قالوا الرسول حلف بغير الله. أول حاجة، كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يحلف بالآباء وهو الذي قال لما وقف الجيش لا تحلفوا بآبائكم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؟ وكيف يحلف بأبيه بأبي الرجل وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك؟ كيف يا صبية تتهموا إن النبي عليه الصلاة والسلام يقع في الشرك ويخالف ما يقول عليه الصلاة والسلام؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية هي من رواية شريك ابن عبد الله القاضي، الزيادة بتاعت نعم وأبيك دي شريك ابن عبد الله القاضي. قال العلماء هو سيء الحفظ كما نقل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة، وكما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال أيضا.
شريك ابن عبد الله القاضي سيء الحفظ. ولذلك قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذه الرواية: نعم وأبيك لتنبأن، قال لعلها تصحفت عليه. أصلا كانت نعم والله، فتصحف يعني القراية كانت غلط والنسخ بتاعه كان غلط، فتصحفت عليه فقرأها نعم، شنو رواها نعم وأبيك لتنبأن. الدليل الثاني الرواية دي جاءت عن غير شريك ابن عبد الله القاضي، جاءت برواية نعم والله لتنبأن، جاءت عن غير شريك هذا وهو عمارة رحمه الله تعالى. قال العلماء وهو أوثق من شريك، ونقل الذهبي أن شريك عن بعض علماء المصطلح ثقة أو تقبل روايته إلا إذا خولف فلا تقبل روايته، فإذا الرواية صحيحة نعم والله لتنبأن. الرواية الثانية أو الحديث الثاني جابوه حديث طلحة أن رجلا جاء وهو ثائر الرأس، قال الراوي: نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد أخبرني، أو يا رسول الله أخبرني بما فرض الله علي من الإسلام، فقال: 5 صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع شيئا، فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، قال: صيام رمضان إلا أن تطوع شيئا، وأخبره بخبر الزكاة، فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. دي رواية البخاري. أما في غير البخاري جاءت: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم بالأب، وده ما صحيح، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده البخاري ما جاب الرواية دي وأبيه، ليه؟ أعرض عنها، لأنه يعلم إنها ما صحيحة، لأنه إمام الأئمة في الحديث رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الخلاصة رواية وأبيه، رواية أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق الما فيها وأبيه، دي رواية الإمام مالك رحمه الله. وقد سئل الإمام البخاري عن أفضل وأقوى الأسانيد، قال رواية نافع عن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما، فدي رواية مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. أما الرواية فيها وأبيه وهي ما في البخاري، دي رواية إسماعيل ابن جعفر، خالف بها من هو أوثق منه وهو مالك، ولذلك قال العلماء رواية إسماعيل ابن جعفر شاذة يعني ضعيفة، والشاذ نوع أو قسم من أقسام الأحاديث الضعيفة، فدي رواية ضعيفة بتاعت وأبيه. يبقى الرواية الصحيحة أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. الشيخ الألباني قال: وفي ملاحظة عجيبة بالحديث ده تدل على صدق إن رواية وأبيه دي شاذة ضعيفة. قال إنه الرجل أجل الرسول، قال: لا علمني الإسلام، أخبرني بما فرض الله عليه من الصلاة والصيام والزكاة، حلف بالله، قال: والله لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فكيف يجيب الرسول حلف بي، الرجل حلف بالله يقصد، قال: والله لا أزيد عليهن، مش كده، شيئا ولا أنقص منهن شيئا، فالرجل حلف بالله وهو يدوب علمه الإسلام، فكيف الرسول عليه الصلاة والسلام معلم الأمة ومعلم البشرية وسيد الأنبياء والمرسلين يحلف بغير الله؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.